محمد أعطي المريض تاسك توضيحي أول شيء، هذا إصبعك هيكي فوق وهيكي جوا، تمام؟ لا تحرك، أنا حركة وسألك، لا تحزن، إذا ما تعرف قل لي ما البيشنت حتى يقول أوكي أنت بوزيشن سينس need to know 3 out of 5 يعني مو يعني هالبيرسنت لازم حتى يقول أنت أوكي هسه غمض عيونك هسه وين هسه 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 تم لازم نسوي له هيك عمل من يسرى قصدي ما يحتاج اوكي هسه محمد وين هسه 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 اوكي يعني يعرف هسه تقريبا الفولريت نقول اذا ما عرف هنا نجي على الانكر اذا ما عرف هنا نجي هنا اوكي احنا صح هذا كبوزيشن سنس فايبريشن الفايبريشن اجي اعطي المريض مثلا اول شيء اوضح له يعني الفيلم مال فايبريشن اوكي محمد غمض عيونك تحس بالاهتزاز نعم هسه زين كم سيك هذا ما تحس بيها حتى تصير اونس هي ايديالي اكاديميكلي يس بس احنا بالامتحان نجيبها يعني ما يعني في هاي الله ليش الوقت دكتور ما يشتري اصلا نجيبها لا جيبها جيبها تعلم حس بالاهتزاز يكون الله يحط بقلبك دكتور هذا اخذ اهتزاز جيب اي هسه صحيح جيب اي اعطيني هذا خذ هذا جيب ما عندي هسه ما تحس؟ لا يا واحد غلط شوف مو تحس؟ لا دكتور بعد دكتور اكو اهتزاز انا هم حسيت لا والله خلي نفرض حاسه هنا نجي وين؟ نجي على البوني برومينس من هنا الى هنا الى هنا الى الانتيلا الاكس ماين الى الاسترنوم الى هنا هذا الفايبريشن سنس هذا كلش مهم يا شباب من يقول لك كلينيكال ديزيز ابلايد يعني يقول لي دكتور دايبيتس ميليتس البيرفرال نيوروباثي اللي يصير بالدايبيتس الفيرست سنسيشن تو بي لوز هي الفايبريشن اوكي الفيرست سنسيشن تو بي لوست ان دايبيتيك نيوروباثي هو اوكي الفايبريشن فلهذا تشوفون احنا مثلا كفيزيشن انا شو اسوي بالليتونيك فورت بالعياده مالتي مثلا اشوف ذول جماعات الدايبيتس مليتس عندهم مثلا ريتينوباثي او لازم اباور بالفردايز اشوف اكو بروتينوريا لازم اسالهم على بروتينوريا واشوف حتى اعرف اكو كومبليكيشن ولا لا نفرض انه اوكي قال محمد اوكي نبدا من البوني برومينس هنايا اوكي حس ما حس نصعد هنا طبعا من يحس ديستل خلاص هذا هو اذا حس ديستل هذا هو ليش معناته هو الموست لاست خلينا نقول الفارست بوينت هو حس بيها فمن باب اولى انه البروكسيمال حس هنا اوكي ما حس نصعد هنا اوكي هنا الا اذا ما حس اوكي يعني. على الكيوبال كيوبرس بعدين على الاليك سباين وبعدين على الاسترنوم وبعدين هنا هاي اخر نقطه يعني شلون نقول يعني تنتقل اوكي بالفايبريشن سنس اوكي مرات اكو مريض مثلا يقول قسم يقول لك يس 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 اي فيل فممكن شو نسوي مرات نسوي حتى نعرف ان البيشنت نوت يعني نوت اكيوريت اوكي شو نسوي ما نسوي بيها فايبريشن مثلا ولا تحس نفس الاهتزاز او لا اوكي لان مرات المريض ما يحس الفايبريشن يحس الفيلم مال الاوبجكت نفسه هذا يختلف تمام يعني يختلف انه مثلا خلي هالشكل مثلا على سبيل المثال هذا الفايبريشن سنس versus انه هاي without vibration اوكي فهمتوا مني هذا بالنسبه للفايبريشن والبوزيشن سنس اوكي بقى عندي دين وكمبريتر وال يعني شلون نقول احنا الدين والتمبريتشر هم عندنا مرات الفايب تاتش وين نطت نسمي له كمان هنا اوكي ممكن نستخدم الآتي اوكي فمرات قسم كانوا جماعه النيورولوجي على قد ما هم اكسبيرت يستخدمون هيك يعني على مود السرعه نقول اوكي
نفس الشيء كل مايوتوم اخذنا كل مايوتوم ممكن نسوي عليها ذات سمبل بريكنج بين وسمبل ذات ونشوف الفاين ذات ونشوف ايضا البريكنج سنسيشن اوكي ونشوف وين هو صاير الميشن عنده افكشن فهمتوا مني هذا بالنسبه للسنسيشن فإذا أنا السنسيشن صار عندي أكو درماتوما ديستريبيوشن لازم أعرفه حتى أعرف هاي الأريا اللي هي سنسيشن لو سكوير وعندي موديلتيز أوكي استريح يا محمد على كيف إذا عندي موديلتيز أوف سنسيشن الموديلتيز أوف سنسيشن شنو يا شباب من يعيد لي إياه الموديلتيز هسه حكينا عافية إيه 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 لا مو السابع يعني من يستلمهم اول شيء بنقرا لا هو من يستلمهم المجسات عافيه سميع سنسرينيت عندك السنسرينيت عندك تستلمهم بعدين من يقولوا درفارنير بعدين ترون بعدين دوزل هارد سيل حسوي قسم فرزهم يقول له اكلمي هذا قمر وانت من هذول قمر زين كمل البرايتال كورتكس هو أذكى مكان بالعالم بالإنسان هو البرايتال كورتكس يبعد الشكل حق رجاء على رجل يقول هاي السنسيشن إز بليجنت وان أو فأنا مرتاح لها هاي السنسيشن أفويدد and so on so integration the highly integrated part is located in the parietal cortex okay the highly integrated part the highly clever part of the our body of the human body is located in the parietal كورتكس وش راح يكون هذا الهاي انتجريتد بار هناك شلون احنا نقول هذا يكون لهذا احنا شنو فائده الثلاماي الثلاماي جست ان ريلي ستيشن فاير تو برايتال كورتكس الثلاماي من يعرف الثلاماي هي ستراكشر تشبه منو الثلاماي كستراكشر تشبه منو الثلاماي جوز لا ادق يعني هي مدعبله بس مو جوز بيض It is A, like structure, biotin. Then I'm about and biotin, بيناتهم ligament. Ligament اسمه حلو, mass intermediate. Ligament اسمه حلو, mass intermediate. Mass intermediate. هذا ligament يربط الثلامين. اللي بيناتهم هو third ventricle. فالmass intermediate هو جسر فوق third ventricle. رابطه two ثلامين. هاي الثلامين تستلم كل sensation تجي للبدن. يعني أنا مثلا هسه مركز إنه أحكيكم neurology. أكو ملايين السنسيشن اللي جاية مثلاً شكل زميلكم لون الجدار الهواء الإحساس الصوت اللي برا هذا كله خارجي وقيس أنت تمام يعني كله اللي تيجي السنسيشن الثلاماي الأشياء اللي ما مهمة نقول الأشياء اللي هي بسيطة تتصرف نيمة تحجب هواي أشياء وإلا لو كل سنسيشن صعد للكورتكس أنا مثلاً راح أقول مثلاً أنا بدي أحكي داخل عندي هواي أشياء فهمتوا مني؟ هذا هو السنسيشن دائماً مو نقول معناته إحنا مناخنا مركز عليه بالامتحان هو مهم هو مهم وهواي أكو بيور يعني ما راح يجينا ثلاثة إنفاكشن بيور سنسيري ستروك تصير عندنا كلينيكلي لكن أقل من الباقي ليش؟ لأن هواي يصير مثل ما تفضلتوا إنه مريض إجنورت أكيد الشب يعني الشب جبنا جزء نايم عليها ما أعرف مو مثل الموتور تمام الموتور ماركت يجيب المريض الموتور اوبجكتيف يعني احنا نجي نفحص نقول يس ذير ار ايفر ريفلكسيا ذير از انكريس تون ذير از كليرنس اوكي بينما السنسيشن تشوفون انه مثلا البيشنت يعتمد على البيرسبشن اوف ذا بيشنت يعني مثلا محمد بالكلتشرال ليفل مالته هي كان نوت ريكوجنايز ذا فايبريشن سنس ذات از ان ذا فور هيك ذو ات از كلير
ليش هاي تعتمد نسمي شيء بيرسبشنال يعني او بيرسونال اوكي اكو مثلا شلون البين مرات مايلد بين يجي بيشنت شاوتنج من البين هو سمبل بين صح مرات فيش اكو بيرسوناليتي سيرتن بيرسونا يصير عندهم مثلا سيفير اغمس مرات وتشوفه هي سكار اوكي هي يعني شلون يقول فيلينج اوكي فهذا شيء بيرسونال نسميه اوكي بينما الموتو هو اوبجيكتيف كلش هسه انا سؤالي لكم أي واحد يحكي how to classify the neurological examination. من الحاجة اللي كنا قلنا assessment of the mental state وقلنا motor about and lower ونسوي final nerve. إيه بسرعة يوسف بسرعة. mental state mental state final nerve. Okay. Final nerve examination. Meningitis. About and lower.